من المفروض أن العلاقات الإنسانية كتهون علينا الحياة وكتسعدنا، ولكن بزاف المرات كندخلوا في علاقات اللي كتأثر فينا وكتتعبنا وكتلف الأعصاب ديالنا والروح ديالنا والصحة البدنية، وكتنسينا نفسنا الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم إن شاء الله سنتناول موضوع العلاقات السامة. واش يحد فيكم في علاقة كيحس أنه كيفقد شخصيته وسلامة باله وصحته؟ إلا كان الجواب نعم فأنت في علاقة سامة. فبزفت المرات كندخلوا في علاقات اللي كتأثر فينا وكتتعبنا وكتنسينا نفسنا الحقيقية، وحنا ما مستوعبينش وما عارفينش أننا فيما يسمى بالعلاقات السامة. فالعلاقات السامة أو ما يسمى بتوكسيك ريليشنشيب موجودة بزاف، يعني كينا بزاف في المجتمع ديالنا، وخاصنا ننتبه لها ونعرفوا كيفاش نتعامل معها باش نحمي نفوسنا من هذوك الأشخاص المسممين. فإلا كنتي في علاقة كتحس فيها أنك دائما معصب، كتحس بالحزن، الغضب، التوتر، الإحباط، كتفقد الثقة في نفسك، كتميل للانعزال، كتبغي تبقى جالس بوحدك بدون سبب، فإذا انت كيف ما قلت لكم في الأول في علاقة سامة. هنا خاصك توقف وتراجع علاقتك بالناس اللي حواليك. ربما السم كيجري في عروقك وكيقتلك ببطء، لأن العلاقات السامة كتأثر بشكل كبير على دماغنا، على صحتنا، على الشغل ديالنا، على تفكيرنا، على علاقتنا، كل شيء كيتأثر. يعني السم ديال هاد الشخص السام كيأثر علينا تماما كيف ما يقدر أي سم يأثر عليك. كيأثر عليك بأفعاله، بأفكاره السلبية. وهاد الأشخاص السامين ممكن يكون صديق أو صديقة، صداقتهم كتجيب لك غير المحن، كيغيروا منك، ما كيبغوش لك الخير، كيشحنوك بأفكار سلبية. ومرات كيكونوا أخ أو أخت، كيكون زوج أو زوجة، ابن أو ابنة، يعني عدد ديال الأشخاص، ممكن يكون مديرك في العمل، ممكن يكون جارك، يعني كيكونوا أشخاص سامين ضايرين بيك. وهاد الموضوع ديالنا اليوم ماشي هما هاد الأشخاص السامين، ماشي باش نعرفوا هاد الأشخاص السامين، ولكن الموضوع ديالنا هو كيفاش نتعاملوا مع هاد الأشخاص السامين، أو كيفاش نحميو نفسنا من هاد الأشخاص اللي هما بالضرورة ماشي أشخاص أشرار، ولكن هما أناس سلبيين كينشروا ديك السلبية ديالهم. وبزاف المرات حتى هما ما تيكونوش فاهمين وما كيكونوش مستوعبين أنهم كيأثروا على الناس وكينشروا هاديك السلبية ديالهم. نعطي واحد المثال هنا. فمثلا كاينين واحد جوج الناس، واحد كيغرق وجا واحد بغى يعتقو، كيعتق في هذاك اللي كيغرق، الاخر كيجرو معاه. الوغ يعني خاص هذاك اللي كينقذ اش غادي يدير؟ اما غادي يغرق هو وياه، اما غادي يقول ليه السلام عليكم، غادي يتراجع، غايقول ما نقدرش، انا ما غاديش نقدر نعتقو لانه هو بغى يغرقني معاه، دونك غادي نفد براسي ونمشي. يعني هنا هاد الاشخاص السامين اما كتخليه هو في السم ديالو وفي داك الافكار السلبيه ديالو، ولا كتمشي معاه في داك الافكار ديالو، اولا كتبعد منه وتنقد راسك من هادوك الافكار السلبيه وتشوف حياتك انت بوحدك. وهاد العلاقه السامه هي فيها بزاف ديال الانواع، واللي صعيب فيها اننا حنا ما كنعرفوش اننا في علاقه سامه حتى كيدوز شحال تاع الوقت. بعض الخطرات كيقول تتقول غير داك الشخص راه مثلا عنده شي ضغوطات، ولا هو داير هكاك، ولكن ما كتستوعبش وما كتعرفش انها علاقه سامه حتى كتشوف انت تتشوف صحتك، كتشوف الدماغ ديالك، تفكيرك، كلشي بدا كيتبدل، وهنا كتبدا تعرف انك في علاقه غير صحيه. فما هي أنواع العلاقات السامة؟ أولاً العلاقة المسيطرة، هادو هما الأشخاص اللي كيبغوا يتحكموا في كل شيء، كيبغوا يعرفوا عليك كل شيء، كيبغوا يتحكموا في التصرفات ديالك، في أفعالك، في شخصيتك، كل شيء، أشنو كتاكل، أشنو كتلبس، فين مشيتي، فين جيتي، معاش خرجتي، معاش نعستي، معاش دخلتي، كيبغوا يتحكموا في أي حاجة. ثانيا الشخص الغيور، هاد الشخص هو اللي كيغير بزاف، كيغير من اي واحد، كيغير حتى الى اهتميتي اكثر بولادو،
كي غير من إذا مشيتي لداركم، كي غير إلا خرجتي وشاف فيك شي حد. كنعرفوا أن الغيرة هي شي حاجة زوينة، ولكن ما تكونش هذيك الغيرة درجة اللي كتولى هذيك الغيرة كتولى سامة. ثالثا أصحاب الشكوى، الناس اللي كيشكيو بزاف، اللي فيما تجلس معاهم كيتكلموا على الهموم ديالهم، على أنهم ماشي سعداء في الحياة ديالهم. يعني دائما دائما غير كيبكي وكيشكيو، هادو حتى هما كيكونوا أشخاص سامين. رابعا اللوامين، الشخص اللي دائما كيرد لك اللومة، إلا وقعت أي حاجة انت هي السبب، خرجوه من الخدمة انت هي السبب، الشتا كطيح انت السبب، ولدك مريض انت السبب، كل شيء انت هي السبب فيه. والاشخاص اللي في هذه العلاقه بكثره ما كيبقاو يلوموهم وحدين اخرين، فكيحسوا فعلا بانهم راهم السبب، ولكن لا، راه ماشي انت السبب، السبب انك في علاقه سامه. خامسا الاشخاص الكذابين، هذوك الناس اللي حياتهم كلها كذب، كيكذبوا كيصدقوا الكذبه ديالهم، لا اكثر من هذا، كيحاول يوصلوها لك على اساس انها حقيقه باش يبعدوك كل البعد على الحقائق اللي هي صحيحه، وتعيش معاهم هذوك الكذوب ديالهم. سادسا الاشخاص الانانيين او المتطلبين بكثره، لان دائما هاد الاشخاص كيحسوك انك دائما ناقصه، واخا ديري ليهم اللي درتي، ديما داكشي اللي كديري راه ناقص، وخاصك تعطي اكثر وتزيدي اكثر، لانهم هما انانيين، كيبغيو غير نفسهم، وكيبغيو السيطره والتملك، وكيشوفوا الناس اللي حواليهم اللي معاهم غير هامش في الحياه ديالهم. سابعا الاشخاص اللي كيبقاو يزنوا لك في ودنك، اللي كيتلاعبوا بالافكار ديالك، كيلعبوا لك بدماغك، كيشحنوك بافكار ديالهم باش دير كاع داكشي اللي بغاو هما، فهادو كذلك كيدخلوا ضمن العلاقات السامه. ثامنا الاشخاص النرجسيين، اللي كيهتموا براسهم، كيبغيو غير راسهم، واي حاجه ديالهم هما متسلطين، كيبغيو يكون الضوء مسلط عليهم هما، والشخص اللي كيكون معاهم هو داك الشخص ملغي، غير كيكمل المظهر ديالهم، خاصو دائما يلبس على طريقتهم، يهضر على طريقة كيف ما بغاو هما. الاشخاص النرجسيين من اصعب الاشخاص اللي يمكن التعامل معهم. فانواع العلاقات السامه كثيره وكثيره بزاف، ولكن اكتفيت بهاد الثمانيه هادو اللي شاركت معكم اليوم. للاسف هاد العلاقات كتستمر لواحد المدة طوال من دون ما نعرفوا أننا في علاقة غير صحية، بل ومؤذية على المستوى النفسي والمستوى الصحي. إذن فما هو الحل؟ كيبقى الحل الأسهل والأسلم، إلا ما كنتيش مجبر أو مضطر باش تستمر في هذه العلاقة، هو الإنهاء ديالها. أن أي حاجة كتأذيك خاصك تبعد عليها، ما تدخلش في نقاشات وفي حوارات سلبية، لأنها غادي تضرك. ما تأديش نفسك بالصبر على علاقات اللي كتتألمك وكتستفزك، علاقات اللي مليئة بسوء الظن، ودائما كتبقى عايش في واحد الدوامة. أما إلا اختاريتي الحل الصعيب أنك تبقى فيها، فخاص تعرف أنك قرارك غادي يتطلب وقت طويل، غادي يتطلب منك صبر، غادي يتطلب منك إصرار كبير، وغادي يطلب منك كذلك وضع بعض الطرق للتعامل مع هذه الشخصيات السامة. ومن بين هذه الطرق هي وضع حدود والاحتفاظ بالشخصية. في أي علاقة دخل فيها الإنسان خاصو يحتفظ بشخصيته ويوضع حدود اللي ما يمكنش لشي واحد آخر يتجاوزها. وكذلك خلي لراسك واحد المساحة من الخصوصية، لأن دائما العلاقات الصحية فهي فيها واحد المساحة شخصية لكل طرف، يعني كل واحد عنده واحد المساحة ديالو اللي ما كيتعداهاش الطرف الآخر. والنصيحة الأخرى هي الحوار، كيبقى دائما الحوار هو الأساس لإنجاح أي علاقة. يعني إلا بديتي كتشوفي أن هاد العلاقة اللي انت فيها بدات كتأثر عليك بالسلب، فلازم أنك تحاوري مع الشريك ديالك وتخبريه بدوك الأشياء اللي كيديروا اللي ما كتعجبكش، باش يحاول يبدلهم وتكون العلاقة ديالكم أفضل.
واهم شيء هو انك تكوني قويه وتكوني ثقه في راسك وتقدمي الدعم لراسك وتحاولي تحيطي نفسك بالناس اللي كيقدموا لك الدعم واللي يساعدوك على تخطي مثل هذه العلاقات وتقربي اكثر من العلاقات الصحيه وتخطي الامر بالاندماج في الحياه. يعني خاصك تندمجي مع الناس وفي الحياه وتحققي الانجازات ديالك وتحاولي تكوني سعيده لانك تستحقين ان تكوني سعيده. وتذكري دائما نصيحة الدكتور مصطفى محمود: حفظ المسافات في العلاقات الإنسانية مثل حفظ المسافات بين العربات أثناء السير، فهي الوقاية الضرورية من الصدمات المهلكة. وتذكري كذلك أن الحياة ما كنتهيش إلا ما كانوش عندنا علاقات أو نهينا بعض العلاقات، لأن كاينين شي علاقات اللي كينسيونا جودة الحياة. الى هنا كينتهي الموضوع ديالنا، كنتمنى نكون افدتكم ولو بالقليل في هذا الموضوع ديال العلاقات السامه. كنتمنى الى عجبكم الموضوع ديال اليوم ديروا لي لايك، شاركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وان شاء الله انتظروني في موضوعات اخرى. شكرا لكم على المشاهده، شكرا لكم على تعليقاتكم وعلى دعمكم الدائم ليا. إلى اللقاء في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.